ورد حديث الشيخ صالح يقول السائل: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم، ورد حديث بهذا اللفظ، ليس له جزاء إلا الجنة. هذا يدل على فضل الحج المبرور الذي أداه صاحبه كما شرع الله وكان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حج مبرور وجزاؤه الجنة. نعم.